مساء الخير والجمال على احلى مشاهدين في كل مكان في يوم جديد وحلقه جديده من ان بوكس على شاشه صدى البلد. طبعا زي ما احنا معودينكم كده النهارده ان شاء الله معانا فقرات حلوه وهتعجبكم، والاحلى والاحلى طبعا ان الشريف معايا. يا سلام يا سلام. اخاف اتعود على الدلع ده والله. لا اتعود عادي مع الساده الزملاء التانيين. مش هتلاقيه مفيش، تبقى الدنيا بايظه خالص. عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله كله زي الفل. حلو الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما كده في احسن حال وحضراتكم في احسن حال. خلينا بقى كده نتكلم معاكم عن تفاصيل حلقتنا النهارده. شفتي ايه؟ هتلحن طيب. ولا ايوه مواهب بقى، المواهب المدفونه تبدا تبان. طيب يا جماعه خلينا نتكلم معاكم كده عن تفاصيل حلقتنا النهارده. من ضمن الفقرات اللي معانا النهارده هي فقره انا شايفها مميزه جدا، خصوصا ان يعني ضيفنا برضو اللي بنتكلم عنه ويكون منورنا بنتكلم معاه بقى عن مجهوده وطريقته في تصوير الحياه البريه. ويمكن انا متحمس جدا لان انا شفت اصلا هو بيعمل ايه وازاي قادر يستخبى في وسط الحياه البريه علشان ياخد صور هنقدر نعرضها النهارده على حضراتكم، ونقدر نعرف كمان من ضيفنا اللي هيكون منورنا المصور محمد بدران، نعرف منه كل التفاصيل اللي بيمر بيها علشان يطلع بافضل صور. تابعونا من ضمن فقراتنا النهارده. حلو جدا، ان شاء الله هتبقى فقره مميزه جدا. قبلها بقى على طول هيبقى معانا فقره نقاشيه كده ودراسه بتتكلم عن انه الدراسه معانا دراسة بتتكلم عن انه الناس الاكثر تفاعلا على السوشيال ميديا واكتف جدا جدا وعندهم جرأة في التفاعل والتعامل مع المشاهير ومع اي حد معروف على السوشيال ميديا، وكمان عندهم تفاعل اكتر على الشات، هم اكثر ناس عزلة وانطوائية وخجل في الواقع وفي الحقيقة. الدراسة دي يمكن تكون في ناس كتيرة جدا بنتعامل معاهم في الحياة العملية بشكل كبير، ولكن ما نعرفش تفاصيلهم قوي لأنهم ما بيظهرناش ده بشكل كبير جدا. أكيد لو في حد حواليكم نحب أن احنا نعرف تجاربكم معاه وأسلوبه في الحياة، وأكيد هنستنى كمان مداخلاتكم. حلوة قوي. طيب برضو دلوقتي برضو حابب أن أنا أتكلم معاكم بقى في بداية كده فقراتنا النهاردة عن معرض بحر الفضة للفنان التشكيلي عادل مصطفى. ويمكن حضراتكم لو أنتم متابعين معانا الفترة الأخيرة، إحنا بالفعل كان الدكتور عادل مصطفى يعني اتكلمنا معاه، وكمان اتكلمنا عن رسمته طبعا في من قريب، عن رسمة العظيمة طبعا اللي رسمها على البيت في منطقة البرولوس في كفر الشيخ، وشفنا قد ايه كانت رسمة مميزة. ولو هنتكلم برضو عن معرض بحر الفضة فهو مقام حاليا في منطقة قاعة الزمالك للفن، وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا استعرضنا قبل كده مجهوداته الفنية واتكلمنا عنها هنا هو في البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين قدامنا على الشاشه دلوقتي ان فعلا الفن التشكيلي قد ايه بيكون معبر، وكمان بيكون يعني نقدر نقول ان هو مش سهل ان هو يظهر بالمنظر اللي قدامكم ده يكون معبر وقادر تفهم وتناسق كمان الالوان بينها وبين بعض. مظبوط يا شريف. يمكن دكتور عادل مصطفى الفنان التشكيلي كنا استضفناه قبل كده. مظبوط. وكنا بنتكلم معاه عن لوحه فنيه كانت مميزه جدا زي ما انت قلت في منطقه البرولس في مدينه كفر الشيخ، والحقيقه انه الصوره دي حصل تفاعل كبير جدا عليها على السوشيال ميديا وفرحت اهالي منطقه البرولس بشكل كبير جدا. الحقيقه احنا لما بنشوف صوره على الشاشه دلوقتي الصور كلها بهجة، كلها فرحة، كلها ألوان، وهو اتكلم معانا في النقطة دي تحديدا وقال انه يمكن كان ليه مشروع ومعرض من فترة كبيرة وكان بيحاول بينقل الصورة إلى حد ما صورة سلبية شوية، وحس ان ده بيدي للناس إشارات سلبية أو فيها إحباط، فحب ان هو يغير مدرسته تماما ونقل كل البهجة والفرحة والإيجابية من خلال لوحاته اللي احنا بنعرضها لحضراتكم على الشاشة. حتى لما تشوف المراكب اللي في البحر أو في النيل وكلها ورد والوان مبهجه، ده اكيد بيحسن من حالتك النفسيه سواء لما بتشوف صوره زي دي او لوحه زي دي او لما بتروح معرض وتتفرج على لوحه جميله زي ما احنا شايفين معانا. بالظبط. ويمكن زي ما حضراتكم متعودين ان احنا اي فرصه او مناسبه زي دي
احنا ما ينفعش نفوتها ولازم تكون كاميرا انبوكس موجوده معانا علشان نعمل كفرج بقى للمعرض ده. خلينا كده نروح نتفرج على التقرير اللي احنا صورناه ونرجع كمان نتكلم شويه كمان عليه على طول. خليكم معانا. هو المعرض طبعا اولا هو اسمه بحر الفضه، والاسم بيخلق اولا خالص نوع من الدهشه او الخيال، وده ملازمني في كل مراحل العمل الفني اللي انا بعمله، اللي هو الاساس بتاع العمل هو الفانتازيا او الخيال او دعوه للتامل ودعوه ان المتلقي اللي هيشوف العمل الفني عندي في الجاليري او في على السوشيال ميديا حتى يشعر بحاله جديده هو ما شافهاش قبل كده، حاله فيها حلم مع ان الحاجات مرسومه بشكل فيه قدر كبير من الواقعيه ولكنها مغربه او محطوطه في جو خيالي فانتازي. فكلمه بحر الفضه هي الاول خالص دعوه للدهشه او دعوه للخيال. الموضوع كله من اول وهله هو فكره الحلم او الخيال او خلق عالم جديد موازي او منشود وليس ما هو واقع. يعني طبعا كلنا او كل الناس احيانا بيشعر بنوع من الضيق او نوع من يعني الضغوط الحياتيه، خصوصا بعد فترة كورونا وفترة الحروب اللي احنا شفناها، احنا عايشين في عالم واحد كلنا. فلما نعمل عمل فني المشاهد يستمتع بيه او يبتهج او يسعد او حتى يخرج بعيدا شوية عن همومه. هو المعرض خد سنة بالفعل، ولكن اي فنان وقت التنفيذ نفسه بيسبقه تحضيرات كتيرة، تحضيرات نفسية وتحضيرات شخصية وتعليم وخبرات وثقافة، ثقافة بصرية وثقافة حياتية وتفكير وتأمل وقراءة، كل ده عشان يقدر يوصل للوحة اللي هو ممكن يعملها في وقت قليل. اول رياكشن بيبقى من الناس وهي داخله اللي هو ايه ده، ايه الالوان دي؟ فبيبقى البوزيتيف فيدباك كده في الاول. بيبتدوا الاول ان هم بيتفرجوا بياخدوا التجربه هم بنفسهم. بعد كده بتبتدي الاسئله بقى بتطلع في دماغهم، ساعتها احنا بنبتدي بقى نتدخل سواء لو انا موجود او لو الفنان نفسه موجود، نبتدي نشرح، نبتدي نفصص. بنحب ان الناس تخش تاخد تجربه، هو مش مجرد انا داخل بتفرج على عمل فني وطالع وخلاص. انا حابب ان انت تخش بمود وتطلع من عندي بمود تاني خالص مختلف، كله مليان بالحب والايجابيه زي ما بيقولوا. احنا شفنا في التقرير الحقيقة حالة من البهجة والفرحة يعني حققها لنا دكتور عادل مصطفى الفنان التشكيلي الرائع والمميز جدا، واللي كل لوحاته فيها رسائل إيجابية، فيها بث الروح المختلفة اللي احنا فعلا محتاجينها الأيام دي والفترة دي. زي ما قلنا لكم كده كان هو اتجاهه الفترة الأخيرة انه يحاول يخلي كل منطقة هو بيروحها، كل معرض بيشارك فيه، كل عمل فني يكون فيه حاجة مميزة، حاجة ليها بصمة ليه. يعني لما بالزبط. اتفرج على لوحات معينة اقول هو ده دكتور عادل مصطفى الفنان التشكيلي المميز بالزبط. والحقيقة ان كل فنان بيتميز بالبصمة بتاعته. ويمكن كمان كان منظم المعرض كان بيتكلم عن انه ده الهدف، ان لما حد يدخل مكان او معرض زي ده يحس بكل الحالة اللي حواليه ان هي مبهجة، ان هي فيها حقيقي. الوان، فانت تبقى عايز مش عايز تطلع، انت عايز تتفرج على ده وعلى ده وعايز تاخد كل اللوحات وعايز حقيقي. تركز في تفاصيل كل لوحة على حدة كده لوحدها عشان ما يفوتكش اي تفصيلة من تفصيلاته. بالظبط، يعني اللوح، ونقدر نقول ان كمان معرض فعلا يعني طبعا بيبعث البهجة، وقد ايه فعلا كان التناسق الالوان واسلوب عرض اللوحات كان مميز جدا. وطبعا نتمنى يعني طبعا النجاح دايما في كل اللوحات طبعا كده، ودايما تكون مكسره الدنيا. لسه هنكمل معاكم باقي فقراتنا، بس خلينا نطلع لفاصل ونرجع على طول.
رجعنا لكم مره ثانيه، وزي ما قلنا لكم كده قبل الفاصل هنتكلم معاكم عن دراسه بتقول انه الناس الاكثر تفاعلا على السوشيال ميديا وفي الشات وعندهم جرأة كبيره جدا وبيفتحوا مواضيع كتيره جدا جدا جدا، في الواقع هم بيتكسفوا قوي وانطوائيين جدا، ولما تيجي تقابلهم وتتكلم معاهم ما تلاقيهمش زي اللي على الشات. وفي ناس كتيره جدا اتصدمت لانه بعض الاشخاص ممكن بيكونوا بيتعرفوا على بعض من خلال السوشيال ميديا وبعد كده يبداوا ينزلوا ويتقابلوا، فيقول لك ايه ده، ده غير مكان في الشات خالص. بالظبط. في كمان ناس بتتفاعل بشكل كبير جدا على صفحات المشاهير مثلا ويقعدوا يكتبوا لهم كومنتات ملاش اي داعي يعني، وهجوم وانتقاد واسئله في حياه يعني اسئله خصوصيه جدا واسئله شخصيه جدا، وتلاقيه ان هو في الواقع ما يقدرش يواجه الفنان ده، ما يقدرش يواجه الشخص ده بالطريقه الفجه اللي هو بيتعامل بيها من ورا شاشه. صح. الموبايل. فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ هعلق انا هعتبر في ناس في حياتك كده ولا لا؟ انا هعتبر كلامك جزئين. الجزء هاخد الجزء الثاني شويه بتاعت حته المشاهير بتاعت المشاهير دي. لان لا انا شو يعني في ناس ممكن اكون عارفها او من مثلا من ترددنا مثلا على المهرجانات والتكريمات والحاجات. الناس مشاهير تقصد يعني ولا الناس اللي بتكتب؟ الناس اللي بتكتب انا فلان اللي كنت كاتب قبل كده كذا، انا فلان مش عارف. لما نيجي نتعامل بقى على ارض الواقع، لا بنشوف الناس دي مستخبيه ورا شاشه، يعني الناس دي ما بتعرفش تهاجم او تعبر عن رايها. بالظبط. أيوة. غير من خلال ان هم يكتبوا الشاشة. يكتبوا شاشه. فدي ده جزء موجود عند ناس كتير. الجزء بقى الاولاني ان بصي، هو موضوع الشاتنج والتايبنج بيبقى فيه راحه. اول حاجه ممكن تلاقيه قاعد نايم على السرير بيحط رجل على رجل بيعمل تايبنج. ما انا بقول لك هي ناس وناس. في ناس تلاقيها مثلا ان هو حاسس ان هو مش متراقب، مش متشاف، فبيتكلم وخلاص. فما تيجي بقى تنزلي مع الشخص ده او تقابليه او ايا كان مختلف. الموضوع ماشي، تلاقيه مختلف. ليه؟ لان هو قاعد عايز يشوف بقه بيتحرك ازاي، شكله عامل ازاي، مش عارف ايه. فممكن تلاقيه مشوش بحاجات تانية فمش قادر يكون على طبيعته، بيتكسف فيس تو فيس او حاجه زي كده. فدي حاجات بتبقى موجوده. وعايزه اعلق على الموضوع ده بالذات انه يمكن البادي لانجوج بتفرق طبعا. يعني في ناس ما عندهاش ثقافه ان هي تعرف تعبر عن نفسها وعن اسلوبها في الكلام يعني فيس تو فيس قدام الاشخاص، لكن بيقدروا يتكلموا بحريه واريحيه اكتر طبعا بشكل على الموبايل يعني. ده ليه؟ بسبب عدم ثقتهم في نفسهم او الاعتقاد السائد ان هم فاكرين ان هم ما عندهمش ثقه في نفسهم. في ناس كمان ممكن تبقى الشكل اللي هو مش المثالي اللي احنا متعودين عليه، جسمها ما يبقاش مثلا الجسم المثالي، شكله ما يبقاش اللي هو الوسيم قوي، فدايما بيحاول يهرب ويعوض ده من خلال السوشيال ميديا او من خلال الشات، ان هو دايما بيبقى مختفي فعايز يثبت وجوده أكتر أو يبقى بيحس بالثقة أكتر وهو بيتكلم ومش متشاف. أول ما بينزل بيبقى حاسس أنه هو خجلان من نفسه، ولكن طبعا ده غلط يعني أكيد مش صح. لكن ممكن يبقى حاسس أنه هو مش حلوة قوي، هي جسمها مش بيرفكت قوي فالناس ممكن ينتقدوها كذا كذا كذا. ولكن كل واحد عنده حتة كده حلوة ربنا مميزها بيه. بالظبط. فلازم تبقى واثق أو تبقي واثقة من كده، يعني أنت مش بتتكلمي لمجرد أنه أنت عشان شكلك أو عشان جسمك، أنت بتتكلمي عشان روحك حلوة، عشان شخصيتك مثلا حلوة. فاعتقد انه ده السبب اللي بيخلي الناس ممكن تبقى عندها عزله او انطوائيه بعض الشيء. والله بصي انا هاخد من كلامك وازود عليه ان الناس لو هي معلقه شويه على موضوع الشكل، فهو يعني الشكل ما بيدومش. دي حاجه احنا كلنا عارفينها، كلنا بنكبر ونسبي كلنا كمان. بالظبط. وعمر يعني هل مثلا كل البنات ولا الاولاد اللي بيحبوا بعض كلهم خلاص يعني جمال يعني جمال جدا وامارات جدا لا خالص. يعني مش شايف ان ده مقياس. يعني بشوف لا، ان في ممكن بنات كتير لسه. وانت ممكن تشوف واحده جميله غيرك ما يشوفهاش اصلا جميله والعكس. بالظبط. وممكن تبقى جميله جدا وما تعرفيش تقعدي تتكلمي معاها كلمتين من كتر ما هي ما عندهاش روح ولا شخصيه. بالظبط. والحاجات دي دارجه جدا سواء في الرجاله او في البنات، فهي عمرها ما بتكون مقياس. بس انا برضو ساعات بلتمس العذر لبعض الناس ان هو هي مش حته الشات، ساعات برضو الفويس نوتس، يعني ساعات ممكن تبقى حياتهم شويه
عارفه اللي هو ايه مش قادر يتكلم دلوقتي مش ما بيحبش مثلا يفضل ماسك التليفون فبالنسبه له فويس نوت اريح. في ناس كده فاهم قصدي؟ انا ممكن اكون بقى من الناس اللي هي يعني شوف يعني بحب اجيب يعني انت ما تتكلمش في التليفون بس ممكن تبعت فويس نوت يعني ممكن حد تتعامل معاه لو حاجه مش مستدعيه. لا لو حاجه مستدعيه بتكلم على طول ما عنديش خلق المعترف ما عنديش خلق. لكن ممكن اكون قاعد لا مع اصحابي مثلا بنهزر او بنتكلم في حاجه او بنتفق على حاجه على الجروب مثلا كلنا شغالين مع بعض فويس نوتس عادي مفيش مشكله خالص. في حاجات مثلا ممكن اكون منزل ستوري حد علق عليها فنفضل رايحين جايين مثلا لمده ربع ساعه فويس نوتس. الموضوع لو هنا جه مكالمه هيبقى سخيف لان احنا الموضوع رايح هزار. بس ده ملوش علاقه بالانطوائيه. لا ده ملوش علاقه بالانطوائيه ده ملوش علاقه باللي بنتكلم فيه. يعني ده استسهال او مثلا تريح دماغ. انت قلت ايه؟ ايه على قلت ايه من شويه حالا ارجع ثانيتين قلت كلمه نسيت والله الزهايمر مش سايبني في حالي والله الزهايمر والله بيطاردني الايام دي. فلا انا عايز اقول لك ان هي بتبقى حاجه مثلا نعلق على مثلا حاجه في ستوري معينه فمثلا احكي لك موقف سريع. انا بقالي فتره نوستالجيا مسكاني فعملت ستوري وانا جاي بنوستالجيا جالي ريبلايز كتير عليها جالي رد عليها كتير فكل الناس دي مش هينفع ان انا اقعد اتكلم. فهي الحلو في اللحظه دي هي الفويس نوت واللي قدامي بيسمع فبيفكر هيرد عليا بايه علشان الموضوع بقى رايح جاي افيهات وبنهزر وواخدين افيهات الافلام حاطينها في النص فهنا بيبقى ليها حاجه تانية بعيدا عن الدراسه واللي بنتكلم فيه خالص. مش هنكمل كلامنا بس ناخد منا على التليفون. يا منا اهلا نوران ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. منا احنا بنتكلم على الناس اللي هي بتبقى جريئه جدا على السوشيال ميديا والشاتنج والعكس تماما بقى في الواقع في الحياه العاديه. ايوه هو في فعلا كده بتبقى فيه ناس بتستخبى بقى ورا الكيبورد كده وتبقى ايه بتبقى عندها جرأه بقى مستخبيه في الكيبورد كده على السوشيال ميديا. حتى ده يمكن بنلاحظ مثلا في ناس كتير مثلا بتعمل مثلا بتهاجم فنانين او بتهاجم مثلا اي حد على السوشيال ميديا لكن لو في الواقع شافته مش هتعمل كده هوت يعني. فبحس ان السوشيال ميديا فعلا ممكن تدي جرأه كده لان انت الواحد يبقى مستخبي وراه حاجه يعني ممكن يبقى مش عارفه بقى شخصيته الحقيقيه ولا شخصيته العاديه بس يعني او شخصيته مش حقيقيه بس تدي له جرأه يعني السوشيال ميديا ان هو يحس انه مستخبي ورا حاجه. بالظبط. طب هل انت قابلتي من الشخصيات دي كتير حواليكي او اتعاملتي مع الشخصيات دي؟ انا اتعاملت مع شخصيات في السوشيال ميديا بتبقى مثلا مشهوره وبترد بسرعه وبترد كتير بس في الحقيقه بصراحه ما كانتش انطوائيه. لا كانت برضو بترد في الحقيقه على على اي حد او ردها جاهز عندها صوره تديها عندها رد جاهز لكل حاجه. طيب يمكن يا منى بيبقى في مثلا ناس بيبقوا فانز مثلا المشاهير وبيبقى في عدوانيه كده في الردود او في الكومنتس بتاعتهم وانتقاد لفنان معين مع انه دايما اللي بينتقد ما بيبقاش اللي هو كامل يعني من كله بيبقى اكيد عنده هو كمان عيوب. انت شايفه الجرأه والفجاجه في الردود دي بترجع لايه او ايه سببها؟ انا اظن ان سببها ليه علاقه بتربيه يمكن يعني يمكن هي كل حاجه في حياتنا ليها علاقه بالتربيه ما تقلقيش كل حاجه بتبقى ليها علاقه بان هو حد عايز يضايق حد وخلاص فبيدخل مثلا باكونت فيك او اكونت مش معروف ويقول كلام يضايق اي حد وخلاص. هو شخصيه من الاساس هو شخصيه مزعجه يعني هو في الاساس شخصيه برضو مؤذيه. فبتبدي بس هي بقى الاذيه بتاعته يعني مشكله الانسان المؤذي في الحياه هتلاقي مثلا ان اللي حواليه عارفين ان هو مؤذي واللي حواليه دول 10 ولا 20 لكن على السوشيال ميديا هو يقدر يبقى مؤذي بس مثلا مليون يشوفوه. صح. فعشان كده بتسمع يعني. والله يا منى يعني عندك حق والله شكرا ليك يا منى على مداخلتك معانا. والله بصي يعني انا بشوف الحاجات دي كتير جدا على السوشيال ميديا وخصوصا الناس اللي بتهاجم. انا عندي اليوم تقييم يا حقود يا غلاوي يا غيران يا اللي عنده عقده نقص في حاجه معينه. عارفه عقده النقص في حاجه معينه نلتمس لها العذر، الثلاثه التانيين يعني ما لهمش اي التماس للعذر. الغل او الحقد او
او اي حاجه، خصوصا ان احنا يعني السوشيال ميديا دايما متاحه انك تشوفي اللي انت عايزاه وما تشوفيش اللي انت عايزاه. ولو حاجه اتفرضت عليكي حتى عندك النهارده اختيارات انك مش عايزه تشوفي النوع ده من الفيديوهات تاني او النوع ده من الصور تاني ومش هتجيلك تاني. فانا بستغرب الناس اللي هو عارفه اللي هو ايه، يعني انا رايح بالنسبه لي انا مثلا للنار وبقول ايه ده انا هتلسعك واتفرج واتضايق او انا ايه ده. طب يعني بناء علي ما تتفرجش، ما تنقدش، ما تخشش تقول مش عارف ايه، او لو هتحط نقد يبقى نقد بناء. ما هو اصل الناس كلها ما بقتش نقاد فنيين، يعني انا طول عمري افهم انه الفنان ده لما ينتقد ينتقد فنيا. صح. يعني ينتقد على عمل هو عمله، مسلسل، فيلم، دور، لكن ما ينتقدش على حياته الشخصيه. واكيد بالزبط. الفنان مضطر يواكب الحياه من خلال التفاعل على السوشيال ميديا، مش هيبقى هو الناس كلها متفاعله ويبقوا اصلا البلوجرز والانفلونسرز بداوا يتعرفوا ويبقوا مشاهير جدا بنفس شهره الفنانين. صح. ويقول لك الفنان خلاص هو مكتفي باعماله الفنيه. بالعكس، ده هو كمان السوشيال ميديا بقت تسويق كبير جدا لشغلهم. يعني طول ما انت متواجد على السوشيال ميديا كل ما الفنانين والمخرجين والمنتجين خلاص هيفتكروك، وكمان هيجيبوك عشان انت عندك متابعين اكتر. بالظبط. فالمقياس ده بقى مهم جدا في الشغل. عايز اقول لك حته كمان يا نوران ازودها لك في الحته دي، ان الناس النهارده بتحب الفنان القريب منهم. بالظبط، اللي هو بيعمل حياه تفاصيل في حياته اليوميه كل يوم معاهم. مريت بظروف معينه، انا عديت بظروف معينه، ينزل لهم اسئله اسك ويردوا عليها. طب يا جماعه نفسكم في ايه؟ طب انا بنعمل عمل خيري، لو حابين تشاركوا مثلا معايا في هنتجمع كلنا يوم كذا في ايفنت كبير. بالظبط. فبتلاقي ان الموضوع ده الناس بتحبه بغض النظر عن حته النجاح والتفاعل وكده. لا، الناس النهارده بتحب جدا الفنان اللي موجود معاهم كل يوم على السوشيال ميديا، مش مجرد ان هم بيشوفوا له اعماله وبس. مظبوط. والناس اصلا بقت تحب تعرف الحياه الشخصيه بتاعه المشاهير اكتر من اعمالهم الفنيه. بالظبط. فهو بقى اسلوب حياه، يعني نتفق بقى معاه نختلف معاه، بس ده موجود. ففكره ان انا انتقد فنانه ولا فنان عشان هو بيعمل حاجه مختلفه عن ثقافتك او عن اسلوب حياتك او عن امكانياتك، فده ما يدلكش الحق اصلا ان انت تنتقد. ده حقيقي. انت قلت كلمه صح، ان هو بيبقى عنده عقده نقص او بيبقى حقد. انا بحس ان الناس دي لو بقت عايشه عيشه المشاهير والفنانين هيعملوا زيهم بالظبط واكتر. ده حقيقي. بس هو ما عندوش الفرصه، هو مجرد ما ياخد الفرصه هيعمل وهيعيش حياته وهينزل صور وهيبقى برضه مش متقبل النقد من الناس دي. فكلكم حطوا نفسكم مكان الاشخاص اللي انتم بتنتقدوه، ما هتلاقوا نفسكم انتم مش هتقبلوها. يعني بص يا نوران، يعني هي بس الفكره ان الناس تتعامل شويه مع الفنان او الشخص المعروف بصفه عامه ايا كان مين، ان هو مش بني ادم. ان هو ملكيه عامه. ملكيه عامه ومش بني ادم، ما ينفعش يغلط، ما ينفعش يتجاوز، ما ينفعش ياكل هو مثلا فاتح بقه مثلا غصب عنه مثلا. او ما ينفعش واحده تنزل مثلا مش عامله شعرها، ازاي انت عامله كده؟ بالظبط. او ما ينفعش يحصل منه غلط في الشارع مع حد تاني ويعتذر عنه. بتحس ان دايما بيتعلق للشخص ده حبل المشنقه في اي حاجه. يعني للاسف، فاهمه؟ ممكن اكون انا مش حابب ان كنت اقولها كده على الهوا، بس هي بتتقال كده في الشارع، فانا لازم اقولها للناس كده على الهوا علشان الناس تبقى فاهم ان هم بيتعاملوا مع يا جماعه عادي. كل حاجه عادي. هو بني ادم يعني. يعني بجد بياكل وبيشرب وبيتجوز وبيطلق وبيسافر وبينزل وبيعيا وبيكتئب وبيتخنق كل حاجه، وبيتعرض لما يعني مشاكل نفسيه كتير جدا وضغوطات. ده حقيقي. وضغوطات ماديه برضو على فكره، هم مش عايشين احسن عيشه، يعني مش زي ما انتم متخيلين. وكل الحاجات دي على فكره هم ناس عاديين. انا بسمع والله يا شريف ساعات لما بتفرج على انترفيوز لفنانين يعني كتير، فلاقيها مثلا تقول والله انا بني ادم عاديه جدا جدا واقل من العادي، بس هي الفكره انه هي بتعمل عمل فني على شاشه زي ما احنا بنطلع كده على شاشه، فالناس بتشوفهم، يعني ده طبيعه شغلهم. لكن لو هي مثلا عملت شغلانه ثانيه ورا الكاميرا هتبقى انسانه عاديه. فهي كده كده هو الفنان ده او المشهور ده حياته زي حياه الشخص العادي، بس كل حكايه انه معروف. فاحنا فقرتنا دي خلصت. يلا الحمد لله. ونتمنى تكون الرساله وصلت. ولسه مكملين معاك، وبقى بعد الفاصل هنستقبل المصور محمد بدران ويكلمنا اكتر بقى عن طبيعه الحياه البريه والصور الجميله اللي احنا نعرضها لكم في الفقره. خليكم معانا.
مفيش شك ان احنا دايما بنكون بنتفرج على التلفزيون او بنتفرج كده على صور على السوشيال ميديا، خصوصا في الحياه البريه، وفي ناس كتير بيقول لك هي الصور دي حقيقيه ولا لا. ولو هنتكلم عن تصوير الحياه البريه فهنقول ان دي من اهم انواع التصوير في العالم كله، وحته كمان بقى من عندي، وانا شايف ان هم من اصعب يعني الحياه لاي حد ان هو ممكن يكون بيمتهن المهنه دي، خصوصا انه يكون مصور الحياه البريه، حاجه صعبه جدا. وبشوفهم ان هم بيلبسوا يعني ملابس كتير جدا ممكن تكون شبيهه للزرع او للارض اللي هو بيصور فيها، علشان يقدر ان هو ياخد افضل اللقطات لكل الحيوانات الموجودين في الحياه البريه. مهما اتكلمت ومهما قلت يعني مش هيكون احسن من شرح طبعا المصور اللي منورنا محمد بدران. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ شريف اخبار؟ منورنا. اخبار نورك حقيقي مش فوتوشوب. اهلا بيك منورنا. اهلا بيك. يعني زي ما احنا او زي ما شريف اتكلم كده انه انت بتعمل مجهود كبير جدا، واكيد كمان هنعرض ده من خلال الصور. بتلبس لبس مموه، بتروح للحياه البريه اللي احنا يمكن ما نعرفش كتير عنها في مصر، ولكن اكيد في اماكن كتيره جدا في مصر بتمتاز بالبريه يعني. تمام. في الاول كده عايزين نعرف منك اكتر، يعني اتجهت للتصوير امتى، وتحديدا بقى تصوير الحياه البريه في مصر او غير مصر يعني؟ تمام. هو انا متخصص اكتر في مصر، يعني انا مؤمن ان مصر كمكان نادر فيه الحياه البريه، فان احنا بنصور في بلد موضوع فيه نادر شويه، فهو بيدي نوع روح يعني روح يعني في اثاره اكتر في التصوير ان الاقي حاجه. غير طبعا لما اروح دوره افريقيه فطبيعي ان انا بصور حياه بريه مثلا في كينيا او كده، انما وجود الحياه البريه في مصر عشان هو حاجه نادره فده بيدي طابع شويه من التشويق شويه لما بنشوف حاجه جديده، طبعا بنكون مبسوطين جدا. الحياه البريه في مصر مبدئيا احنا اي مجرى النيل او البحر او الصحاري، ثلاثه دول مينلي، دول اكتر ثلاث اماكن فيهم حياه بريه في مصر. من اول جوه القاهره في محميه وادي دجله مثلا، او في القناطر، اي مكان قريب من النيل، اي مكان ما فيهوش بشر كتير بيبقى فيه طيور، بيبقى فيه حياه بريه في الصحراء اكتر، في الجبال زي محميه وادي دجله برضو ده جوه القاهره. طب بنطلع بره شويه، بره القاهره شويه بنلاقي الفيوم. بنروح الفيوم كتير، الفيوم فيها اراضي رطبه كتير جدا، فيها بحيرات، فيها زرع كتير، فيها اماكن بعيده عن البشر كتير وقريبه من القاهره. احنا بنروح هناك بنصور انواع كتيره جدا من الطيور. مصر فيها تقريبا 500 نوع طير مختلف، انا بتكلم على الطيور بس. طبعا ما تمش كلهم رصدهم في وقت معين او في سنه معينه، بس كلهم هم موجودين. ممكن يترصدوا على مدار سنه او سنتين او ممكن على مدار 10 سنين، لان في طيور بتبان في وقت معين، بعد كده خلاص ممكن نقعد كام سنه لغايه لما نشوفها تاني. بيختفوا طبعا. طبعا نتيجه التغير المناخي اللي بيحصل في الجو، في بعض الطيور مهدده بالانقراض، بدات اعدادها تتناقص طبعا. واحنا لما بنشوف الطيور دي في موسم الهجره او نعرف مكانها فين فبنروح عشان نعمل لها رصد ونسجلها. بنبعد اكتر شويه كحياه بريه عندنا في بص انا معلش انا هقطعك. لازم اقطعك عشان انا يعني انا حابب برضو ان انا اتكلم عن لبسك ومجهودك برضو، يعني ده لازم نتكلم عنه. بالظبط. انت عامل ايه اللي انت لابسه؟ احكي لنا. ما هو احنا الطيور خجوله جدا، يعني ما ينفعش اكون واقف قدام الطير كده وهو هيستنينا صوره. عقبال البني ادمين. شكرا يعني. فاحنا بنتعذب يعني، بس طبعا هو دي المتعه في الموضوع. يعني دي المتعه ان انا بكون لابس شبه الطبيعه، مش لازم اكون ملابس مموه كده، مش لازم يعني طبعا لو اتحركت كده كتير وحد شافني هتفهم برضه يعني الناس الناس بتقلق يعني. الناس الشجره بتتحرك. بالظبط، في شجره بتتحرك فالناس بتقلق طبعا، يعني الناس ما بتبقاش فاهمه انت بتعمل ايه. بس الى حد كبير لازم يكون قريب من الطبيعه اللي انا بصور فيها. يعني مكان زراعي بكون لابس شبه لان هم اذكياء برضو بيرصدوا الحركه بسهوله. طب يعني انا عايز اشوف صوره مثلا وانت ماسك الكاميرا وبتصور، هل معانا صوره كده؟ احنا يعني كده نايم على الارض خالص. في المكان ده كنا في اسوان على شط النيل. دي صوره مخيفه عامه، دي مش والله. هو بصراحه الصوره دي كانت يعني كان في طير قدامي وهو تقريبا بيني وبينه كانت مسافه قصيره جدا، كان واخد راحته خالص، بينام ويقوم كده وهو وزوجته، والدنيا كانت جميله جدا وهو ما كانش شايفني يعني الحمد لله. فهو بيديني فرصه ان انا اقرب اكتر تفاصيل. هي الفكره ان انا لما بصور طيور بكاميرا فيها فوكال لينس عالي او يعني زوم عالي بجيب تفاصيل جميله جدا. دي الفكره من هدفنا احنا كمصورين طيور. انا مش برصد طيور بس، انا بصور فانا عايز اشوف تفاصيل
تفاصيل. انت بترصد الحياه البريه عموما يعني بالزبط. طبيعه صح؟ بالظبط. نوع شجر معين او زرعه معينه؟ لا هو انا، لا انا متخصص اكتر في الحيوانات يعني، ممكن الطيور بنسبه كبيره جدا والزواحف، والزواحف ولو في طبعا حاجه زي ثعالب او ذئب مثلا برضو الحاجات دي طبعا بالنسبه لينا شيقه جدا في مصر ان احنا نشوفها يعني. طيب انا بسمع دايما ان المصور اللي هو بيصور الحيوانات والحياه البريه وكده لازم ممكن يقعد ساعات عشان يلقط مشهد او صوره معينه مختلفه جدا، صح؟ حصل وكده. يعني فعلا الطيور ما بنزهقش من تصويرها، لان انا ممكن نفس الطير اصوره بكذا طريقه في اكشن معين، يعني هنا في الصوره دي مثلا ده في صور عدت احنا هنرجع لها، يعني هو رافع جناحاته بشكل معين في سيمتريك رهيب مع طبعا يعني، فاللقطه دي انا بستنى لغايه لما يحصل اكشن معين عشان اصوره. تمام. الصوره اللي قبلها برضو ممكن نرجع صوره الهيرون. تمام. ده برضو كان فارق جناح، هو ما كانش هو ما ينفعش، هو ما بيفضلش فارق جناحاته، هي جزء من الثانيه بالظبط الطير بيعمل حاجه معينه فبيديني صوره جديده تماما، يعني غير لما انا بصوره صوره وامشي. لا فانت ممكن تقعد ساعات قدامه عشان تصوره، عشان يعمل اكشن معين او تصرف معين يديني لمسه جماليه. الله. حاجه زي كده دي. هو كان بيعمل لاندنج، يعني هو كان بينزل وهو بيعمل، فبيعمل بيحاول يوقف نفسه بجناحاته، فلان هو ده مش وقفته الطبيعيه. الطير ده مش وقفته الطبيعيه. اسمه ايه الطائر ده؟ ده بيربر هيرون او البلشون، سوري البلشون الارجواني بالظبط. ده فين في مصر؟ ده كان في اسوان. أسوان. وموجود برضه في الفيوم وموجود في مجرى النيل، يعني على مدار مجرى النيل كله موجود. ده من الطيور النادره؟ لا مش نادر قوي، بس اعداده بتتناقص لان هو يعني عشان الوانه مميزه فالصيادين طبعا ما بيرحموهوش يعني. غير الابيض، يعني في بلشون ابيض فده عادي شبه ابو قردان شويه، فالناس بتفتكر ابو قردان فبتسيبه. انما ده مميز شويه لان هو الوانه جميله جدا، ف فالصيادين شويه يعني مركزين معاه. بس ده برده اسمه ابو معلقه، ده في اسوان برده. ابو ايه؟ معلقة. ابو معلقه. ابو معلقه ده هتلاقي المنقار بتاعه شبه المعلقه. شبه المعلقه؟ يعني هو اخر منقار بتاعه مبطط. سبحان الله. فشبه المعلقه بالظبط، يعني سبحان الله ربنا خلق لكل طائر حاجات معينه تمكنه ان هو العصابه دي كانت على جزيره في وسط البحر. ده اللي في النص ده الاسود، ده اسمه اطيش. اطيش شمالي. وبعدين اللي على الشمال ده ابو معلقه برضو. وبعدين عندنا نوعين من النورس واقفين برضو. دول كانوا في مرسى علم في جزيره محميه وادي الجمال. منظر جميل اصلا. دي من اجمل جزر مصر حرفيا. دي الميه كمان باينه ورا والارض نفسها. المكان الجزيره دي كمان منعزله تماما وعليها حياه بريه هايله يعني. حلوه قوي. وعليها حمايه كامله ان هي ما فيش حد بينزل عليها، لان هي بيحصل عليها في بيض او العشوش معينه بتعشش على الطيور معينه بتعشش عليها. تعتبر محميه طبيعيه. تحت الحمايه الكامله فعلا عشان بالظبط. حلو جدا حلو جدا. طيب في كان في برضو ايوه الله فلامينجو. فلامينجو طبعا ده رقم واحد، اشهر اشهر طائر يعني. اشهر طائر في مصر. جميل طبعا. دي كانت العوامه اللي مجننه دي كانت في اسوان برضو. بس وبرضو كان موجود في الفيوم، وموجود في ستيل، موجود في الفيوم طول السنه. وموجود في بورسعيد، قعد فتره موجوده في بورسعيد، الناس كانت كتير قوي راحت. ده ياخدنا حته السياحه البيئيه. احنا لما عرفنا ان بورسعيد فيها فلامينجو وناس كتير جدا عرفت، يعني على السوشيال ميديا وناس كتير راحت، يعني عمل رواج سياحي في بورسعيد كان قوي جدا في وقت معين. كان في ناس كتير راحت بورسعيد مخصوص عشان تشوف الفلامينجو اللي في بورسعيد. هو كان محمي يعني بشكل لطيف جدا، ان هو كان جنب جيش فما كانش فيه صيادين بتروح، فهو الناس بتروح تتفرج وتمشي. هو قعد فتره طويله جدا في بورسعيد جنب منطقه عسكريه، جنب منطقه عسكريه، فما حدش كان بيحاول يصطاده او كده. طب الحمد لله يعني. بالظبط الحمد لله. فخلاص هو هتلاقيه حس ان هو هناك انا امان بالحته دي، فانا هفضل هناك. بس عايز اسال حضرتك، يعني سلوك الصيادين هم ما بيصطادوا عشان يعني تحنيط وبيع وكده، ولا بيصطادوا لغرض ايه؟ والله هو الصيد عموما هي موروثات طبعا ثقافيه لكل مكان. يعني احنا طبعا لما بنطلع الساحل الشمالي مرسى مطروح والضبع، في ناس ثقافتها من جدودها هي الصيد طيور زي بالظبط ناس في الريف بتزرع. أي. الفكره في طريقه الصيد والصيد الجائر واوقات الصيد وبنصطاد ايه، يعني دي الحاجات الرولز. ما ينفعش امنع حاجه صح. خالص، بس لازم اعمل لها تقنين. لازم انا بعرف انا بصطاد ايه، بصطاد صح في وقت عامل ازاي، وبصطاد بشبك عامل ازاي، بشبك واسع ولا شبك صغير، زي بالظبط صيد السمك بالظبط. فالاستخدام الغير عادل في الصيد هو دايما اللي بيأذي. انا مش هقدر
امنعهم من الصيد. بالظبط، بس بقى في انواع كمان ممنوعه مثلا. بالظبط، عشان معرضه مهدده للانقراض. مهدده للانقراض بالظبط، في انواع طبعا مهدده بالانقراض والتجاره كمان يعني. ده على فكره في مدينه نصر عشان تبقوا عارفين. نعم. مدينه نصر ده جميل قوي. ده ايه ده ورا البيت؟ ده بتاع ايه ده؟ ده اسمه الوروار الاوروبي، ده الوروار اللي كانت غنت له فيروز. ده صوته جميل جدا، واكيد انت سمعت صوته بس انت ما خدتش بالك، لانه الفتره اللي فاتت ده طير مهاجر جاي من اوروبا. عدى على القاهره شويه، واكتر سنه السنه دي قعد في القاهره حبه حلوين يعني، كان موجود في مدينه نصر. عشان الجو او كده ولا؟ بصراحه ما حدش عارف تحديدا ليه كان عدده السنه دي زياده، وليه قعد في القاهره فتره طويله. بس هو بيعمل مكافحه غير عاديه للحشرات يعني، الطير ده بياكل كميه حشرات غير عاديه. ومفيد جدا للبيئه. طبعا هو بياكل النحله، واسمه اكل النحل الاوروبي او الوروار. هو مؤذي لو جنب منحل حد شغال تجاري، انما في العموم هيتسلى عليه النحل. بالظبط، انما هو في العموم هو طائر مفيد جدا بيئيا، والوانه جميله جدا يعني. جدا. انا حاسه بغبغان من بعيد. لا هو الوانه من اجمل الوان اللي انا شفتها في طير في مصر حقيقي يعني. سبحان الله. ده اسمه ابلق ابيض الراس، ده موجود في محميه وادي دجله اكتر. في المعادي. برضه محميه وادي دجله من الاماكن المهمه جدا. مصر فيها تنوع بيئي قوي جدا. ومن الاماكن يعني اللي سهل جدا ان احنا ندخل لها بالظبط ونقعد فيها. لسه مانعين العربيات؟ كله عربيات؟ لا موجود العربيات. لا عادي، ممكن تخش ممكن تخيم. ده الكروان اللي هو بيقول الملك لك لك. تسمع الصوت ده بالساعة المغرب كده. ايوه بالظبط، اللي هو صوت كبرنا احنا كبرنا على الحاجات دي. انا بحب صوته جدا. ده كان قوقعة كده ماشيه على الشط كده، ده الكائن اللي بيبقى جوه القوقعة يعني. بس هي صغيره على الحقيقه يعني، هي دي صوره مكبره صح؟ بالظبط، هي صغيره جدا، بس ده الكائن اللي جواه. احنا بنشوف دايما القوقعه فاضيه ومرميه. انت مصورها من بعيد صح؟ بيظهر قريبه. قريب، كنت قريب منها جدا. بيطلع في اوقات معينه، اول ما يحس بخطر يدخل على طول. بالظبط بالظبط. ده ليه اسم معين؟ من الكائنات اللطيفة. مش بصراحة اسمه العلمي مش متذكره. الله، ده بقى ده كان قصة ده لوحده. ده احنا سافرنا له سانت كاترين مخصوص. ده لونه أحمر. أحمر فاز. ده عصفور سيناء الوردي. عصفور سيناء الوردي. أوكي. احنا اتعرفنا على ولد شاب جميل اسمه سعيد جميع من سانت كاترين. اكتشفنا هو من عايش في سانت كاترين، وبدأ يلاحظ الطيور الغريبة دي عنده في سانت كاترين، وسافرنا له مخصوص. انا واصدقائي ورحنا طلعنا جاب يعني وادي تقريبا 300 متر عشان نوصل للطير اللطيف ده. يستاهل بصراحه لانه يستاهل. جميل جدا. كنا طالعين بفول جير يعني، عده تقيله قوي. ووادي كان صعب جدا مش ممهد. عشان نصوره، الحمد لله ربنا كرمنا وصورناه. هو مميز جدا. موجود هناك بـ 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 موجود طول السنه هناك بكثره هناك. لا مش بكثره، بس موجود طول السنه. ومش موجود غير في سانت كاترين بس يعني. هو موجود في جبال سانت كاترين. هو لايق على الوان الجبال يعني كمان. فعلا الصوره دي ما فيهاش اي تعديل، هي فعلا لون الصخر يعني. بص حتى الصخره اللي عليها ملونه نفس الوانه في لونه خالص. خالص مش مزود اي ساتوريشن او اي حاجه. هي دي فعلا ده اللون الطبيعي بتاع الصخره وبتاع العصفور نفسه. لا ده ما كان قصه كفاح يعني، بس كان يستاهل المشوار بصراحه. طبعا مرسى علم الجميله وتدرج الالوان الجميل طبعا يعني، من مرسى علم جنة ربنا فعلا. في محميات هناك رائعة. أول مرسى علم لغاية الشلاتين، حماطة وشعاب المنجروف اللي موجودة هناك فعلا جميلة جدا. جنة فعلا. صورة تجنن يعني. حلوة أوي صورة. فيها بصراحة تنوع بيئي قوي أوي. في ممكن معانا صور تانية؟ في معانا صور تانية؟ ده اسمه حردون. حردون. حردون سينائي. بيقول عليه قاضي الجبل. انا مش مجمعه ده ايه. كان في نويبع. زي نوع من السحالي. لسه اقول لك شبه السحالي. نوع من السحالي. بس هو الوانه مميزه جدا، وبيبقى في موسم التزاوج بالذات تبقى الوانه جميله جدا كده. ده الذكر. انا دلوقتي جمعت شكله. مش مجمعه شكله خالص. هو لطيف جدا. انت الاضاءه ما مزغلقت لها مزغلقت عينك صح؟ مش مجمعه شكله خالص. هو لطيف جدا. هو سابنا صوره عادي يعني. شكله حلو. ما جريش مني يعني. قلبه قاعد. قلبه مطمن. ده دي جميله بقى، بس يعني ايه من بعيد. جميله ازاي؟ بعيد. انا بحبها. لا دي اسمها الحيه الكرناء. الحيه؟ الكرناء. الكرناء. يعني هي شبيهه شويه بالطريشه يعني، بس يعني دي قرصتها خلاص بقى يعني. سامه جدا. شكرا. باين عليها. طب ازاي بقى احكي لنا كواليس يعني تصوير الصوره دي شفتها يعني. شفتها في يوم بالليل صدفه يعني، في فيديو اصلا. يعني في... كنت قريب منها؟ كنت قريب للاسف. طب الحمد لله ربنا. دي مخاطره يعني. برضو المخاطره احنا بناخد بالنا. انا بمشي في بريه عشان اصور او بسعى ان انا اصور حاجه زي كده، لازم فيديو. لازم اكون عامل حسابي
ان انا هلبس حاجه سيفتي ان انا امن نفسي. لو يعني حاجه بتهز عليك من رجلك تبقى انت في الامان. لازم شوز سيفتي كويس. يعني سبحان الله. هنا كانت يعني كنت ماشي في وادي الريان صدفه، وبعدين شفناها كان معايا دليل، ودليل شافها طبعا. هم عينهم بتبقى احسن مننا. هم متعودين كمان على وعارفينها يعني. قال لي هنا في طريشه هي بتهرب من الاضاءه بالظبط، بتحاول تهرب. انا كنت منور عليها كشاف وبصورها، حاسه ان هي بتهرب منك. بالظبط. هم الرؤيه الليليه عندهم هي فضلت تدفن نفسها في التراب لغايه لما ما بقتش باينه خالص. يعني هي بتحمي نفسها بالظبط. هي خطورتها في ان هي ما بتبانش. أيوة. يعني هي بتبقى بعد فتره هتبقى مختفيه تماما. انا بشوف لهم فيديوهات كتير خصوصا النوع ده، ان هو يقعد تدفن نفسها كده، اللي هي تعرف امتى تهجم على الفريسه بتاعتها، تبقى مستنيه الفريسه بتاعتها تجي لها لغايه عندها. واحد ماشي في امان الله كده. أيوة. مش واخد باله، تطلع من الارض للاسف. تسم الشخص. هي الفكره ان احنا لما بنروح اماكن زي كده، هي فيها ليها اثار اقدام. يعني هي ليها في اثار اقدام معينه، احنا تقصي الاثر واحنا ماشيين في البريه مهم جدا، ببقى عارف دي اثار اقدام. ثعلب، تاخد بالك، تعبان، عقرب. بحاول على قد ما اقدر ابص اشوف الرمال دي عليها، لو انا ماشي في رمال بالذات بيبان اكتر يعني. بس اكيد برضو لازم يبقى معاك دليل، يعني الشخص ده مهم جدا. طبعا طبعا وجود الدليل في اي مكان جديد مهم جدا، لان هو بيبقى من اهل المكان، عارف اكتر مننا، حتى مهما هو عايش في المكان. بالظبط بالظبط. هو بيعرف يتعامل معاهم وعارف لهم اكتر مننا. هي دفنت نفسها خالص وما بانش غير راسها، وهي مش باينه من الرمله اصلا. بالظبط. هي هتفضل كده لغايه لما عينيها بس اللي هي تبقى باينه. وشها كمان هيختفي. هي بتعمل كده في حاله الاحساس بالخطر، وكمان عشان تصطاد، يعني عشان هي صدفه رئيسها، هي لازم بتتخفى تماما لغايه لما حاجه معديه بتاكلها. هي صغيره جدا على فكره، حجمها صغير جدا جدا، ما يعديش ال 50 سنتي او 30 سنتي يعني. صغيره قوي يعني. التصوير مديها التصوير مديها حجم. خلاص بقى يا جماعه، صوره ثانيه غير الكائن الايول. رجعوا لنا البهجه ثاني بقى. ده اسمه غراب البحر، ده موجود بكثره في وادي النيل. اوكي. وفي لغايه اسوان، من اول قناطر لغايه اسوان. شكله حلو قوي. ده مفترس، ده بياكل سمك كتير. ده يعني ده بيبلع احجام سمك يعني. هو ده اللي هو بياخد السمك على بقه حاجه كده. ده فظيع. بس بشوف الطير ده دايما في الفيديوهات، اللي هو يعني بيكبر كده. ايوه بالظبط. هي خد السمكه ما بتفهمش يعني، هي كلها ما بتبقاش منها حاجه. بالظبط. هو شال اللوز، ما فيش لوز. في معانا صور ثانيه. ده برضه وروار برضه، بس ده اخضر او الخضيري. ده برضه زي الاوروبي اللي احنا شفناه، نفس الفصيل الاوروبي اللي احنا شفناه قبل كده، بس ده اسمه الوروار الاخضر. ده اصغر شويه. اصغر حبه. بتاع مدينه نصر. اصغر من مدينه نصر شويه. ده العقاب النساري، اجمل جوارح اللي بحبها بصراحه. او الاوسبري، العقاب النساري. ده شيك قوي، ده ما بياكلش حاجه ميته، ده بيصطاد سمك بس. يعني بيتنك في نفسه كده. جدا جدا يعني، بياكل سمك بس فريش يعني، ما بياكلش حاجه ميته، ما بياكلش جاف. ده ايه؟ ده برضه في نفس الجزيره، برضه كان ابو معلقه برضه واقف في الخلفيه، وقدامه انواع نورس برضه. الجزر نورس علم برضه. الجزر بتبقى فيها تنوع كتير قوي يعني، ممكن تلاقي خمس ست انواع طيور في صوره واحده يعني. ده حردون تاني، بس ده في القاهره، ده غير اللي فات. سبحان الله. او قضن الجبل برضه، او فصيله مختلفه شويه عن اللي احنا شفناها بتاع سيناء اللي فات. لونه وشكل جسمه مختلف شويه. ده من الحاجات المفترسه او حاجه؟ لا خالص، ده لطيف جدا. لطيف. انت لو رحت دجله في اي وقت وبصيت على في ساعه الظهر على الصخر من فوق خالص، هتلاقيه واقف بيتشمس كده. ما يأذيش البني ادم. لا خالص، اي حاجه خالص خالص. لطيف جدا. من الطيور اللطيفه جدا يعني. ده برضو كان موجود في محميه وادي دجله في وقت الهجره. شكله تحفه. ده عصفور مهاجر، ده بني في اورنج في ازرق. ثلاث الوان حلوين قوي. اسمه سمنه الصخور. سمنه الصخور. ده سمنه الصخور. وليه برضو في محميه وادي دجله برضو اسمه قطا. الله. قطا ارقط. برضو موجود في محميه وادي دجله. تخيل كل ده في القاهره، يعني انت متخيل ان احنا في المعادي ده في القاهره. ده وده برضو في محميه وادي دجله برضو. ده ايه اسمه؟ ابلق الصحراء. انا بحييك على حفظ الاسامي دي كلها بصراحه. بحاول. انا حافظ اسمي بالعافيه. يعني ده اسمه بط بلبول. بط بلبول. بنتيل. ده برضو من البط الجميل جدا شكله. بس هي جميله يعني، بطه جميله فعلا يعني. في اسوان هي ملامحها والوانها وتناسق الالوان اللي فيها سبحان الله يعني. سبحان جميل الله. جدا موجوده برضو متوفره. موجوده في اسوان كتير قوي. بكثره كتير. ايه ده؟ اسوان دايما بكر يعني. اسوان هي عشان بعيد عن الناس وبعيد بالزبط. عن التلوث اكتر. الدنيا هناك، المايه احنا بنشرب من النيل عادي بكوبايه. غير القاهره خالص طبعا. فالحياه هناك فطريه جميله جدا. ده نورس.
بس كان بيعمل اكشن كده لطيف شويه، دمه خفيف. ده ابو المغازل، رجله شبه الفلامينجو شويه. هو بيسموه الكرسوع عشان يعني رجله طويله فبيسموه كرسوع. هو جميل برضه، من الطيور الجميله جدا ومنتشر في الفيوم وفي اي مكان فيه اراضي رطبه هو موجود فيها الطير الجميل ده. ابو منجل شفنا المره اللي فاتت ابو معلقه، يعني بوزه عامل زي المعلقه. ده شبه المنجل، ابو منجل شبه المنجل، لان هو بوزه في منجل فعلا شبه المنجل اللي بيقطعه اللي بيشيلوا بيه الحشائش بالظبط كده. دي فرخه ارجوانيه طبعا، بس غير الفرخه بتاعتنا البلدي يعني. خجوله جدا جدا يعني، صعب جدا ممكن تسمع صوتها بس في وسط الحشائش. صعب قوي. ده ايه؟ ده غراب البحر برضو تاني. ده اللي بياكل على بقه بالظبط. غراب البحر ده وايت ستورك، ده من عمالقه الهجره يعني. ده بيسافر مسافات. انا الصوره دي تحديدا انا مصورها في الشرقيه في بلدنا. لقينا في رينج عليه رقم، اكتشفنا بالرقم ده وخدنا الرقم وعملنا سيرش، اللي اكتشفنا ان هو جاي من اليونان. فهو كان جاي من اليونان في مسار الهجرة بتاعه، عدى على الشرقية ومكمل طبعا لغاية أفريقيا، لأن الهجرة بتاعتهم من أوروبا لأفريقيا وبعدين بترجع تاني. فكانت مسافة طويلة. ده عقرب. ده عقرب. شكله حلو، مفضل عندي، بحبه جدا. ده فين؟ ده كان في جبل علبة. دي بقى صور المحميات بقى، جبل علبة في مصر. طبعا كتير مننا ما يصدقش ان الصورة دي في مصر، بس لا، كينيا، تنزانيا بالظبط. موسم الامطار دايما في الجنوب بالذات بيبقى جميل جدا. احنا عندنا في مصر في موسم المطر لما بينزل امطار كتير، دي كانت في 2019. المراعي كلها بتبقى خضراء هناك يعني. الجبال بتتاخد لون اخضر. الله. المناظر دي للاسف ما بتحصلش كتير، بيحصل على فترات متباعده. بس ان شاء الله. والله انا بحييك على ان انت بتبين الجانب الرائع من مصر واللي احنا ما نعرفش عنه كتير الحقيقه يعني. هدفنا الاماكن المعروفه خلاص الناس بدات يعني تعرفها وتروح لها، لكن ده جزء ناس كتيره جدا ما بتعرفش ان احنا عندنا المناظر الجميله دي او الحياه البريه الرائعه دي. انا كمان يعني مبسوط ان انا يعني بجد يا جماعه، اللي هو بدات احس ايه، ان صور الديسكتوب مش فيك، عارفه ايه، اللي هو انا شايف صور الديسكتوب لما انا صغير، لما كنت بقعد على الكمبيوتر وبشوف الحاجات دي بقول يا سلام لو ده عندنا في مصر. مثلا اكتشفت اللي هو انت معظم الصور انا متفرج عليها اللي هو ايه الصوره الحلوه دي، موجودين. احنا هدفنا ان احنا نبين الجمال ده عشان الناس تحافظ عليه. يعني احنا نوعي الناس باهميه ان احنا نحافظ على البيئه، نحافظ على الاماكن البريه ونسيب الطيور. في حاجه حصلت يا محمد خليتك يعني تحترف الموضوع ده وتكون حريص جدا على ان انت تبين ده؟ هو ان انا اكتشفت ان في جمال، يعني جمال للتفاصيل بتاعت الطيور طبعا، واصحابي طبعا، اصدقائي طبعا، احنا كلنا بنتقابل مع بعض، احنا كلنا كوميونتي واحده مصورين الطيور في مصر. احنا هي جمعيه ان شاء الله تحت التاسيس، وبنعمل معارض كل سنه في دار الاوبرا، بنتجمع حوالي 100 مصور حياه بريه في مصر، كل سنه بنعمل معارض في دار الاوبرا. كوميونتي كلنا مع بعض، بنفيد بعض، كلنا بنستفاد من خبرات بعض، سواء تكنيكالي او الاماكن اللي احنا بنروحها وبنزورها وبنشوفها. فهي دي الفكره، ان احنا دايما بنطور، لان احنا في منافسه بيننا، بس منافسه حلوه يعني. تمام، ان احنا كل واحد فينا بيسافر يروح مكان جديد بيصور صوره اجمل، ففي منافسه فيها روح رياضيه جميله جدا. طيب يعني بما انه انت بتظهر الجانب اللي ناس كتير جدا ما تعرفوش في مصر والحياه البريه، يعني ازاي احنا نقدر نروج السياحه البيئيه زي ما حضرتك كنت بتقول، او ان احنا نجذب السياح عشان يتفرجوا على المناظر الجميله دي، يعني ممكن نعمل ايه؟ هو بالفعل طبعا داخليا في حملات كتير قوي زي ايكو ايجيبت، طبعا هي دي حمله بالتنسيق مع وزاره البيئه، حاليا هي مركزه على المحميات والاستدامه جوه المحميات، والحفاظ على الحياه البريه والتنوع البيولوجي جوه المحميات، وفي نفس الوقت نحافظ على وجود الناس اللي عايشه جوه المحميات. هم عاملين كامبين حلو قوي، عاملين فيه دعايه كويس قوي للمحميات والتنوع البيئي في مصر داخليا. خارجيا طبعا وبتوصل لناس بره مصر، في مصورين كتير قوي من بره مصر بيجوا عشان يصوروا انواع معينه عندنا. زي ما احنا بنروح عندهم، الانواع دي مش موجوده، لان احنا طيور مهاجره ومقيمه. الطيور المقيمه عندنا هي بالنسبه لهم جديده تماما، فبيجي ناس كتير قوي بيصوروا في مصر. طبعا بنستقبلهم في مصر، بنديهم في بيرد ووتشرز في مصر معروفين، الناس جايد زي بالظبط جايد بتاع الاثار، بنديهم دعم كويس قوي الحمد لله يعني. فلا مصر مصدر جذب سياحه الطيور في مصر هو واعد جدا، بس محتاج شويه ان احنا نركز عليه اكتر. اكيد طبعا. يبقى في سكشن مثلا في وزاره او
سيكشن في تبع هيئه معينه ان هو بيتسوق له بصوره بنخصص اكتر يعني. طيب خليني برضو اعرف منك يعني، ممكن النهارده دلوقتي يكون في مصورين كتير بيتفرجوا علينا، هل مصور الحياه البريه بيبقى مختلف عن المصور العادي، بيحتاج مثلا كورسات معينه، تدريبات معينه، احتياطات معينه يتعود عليها، ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ هو مبدئيا الحياه البريه عموما بتحتاج يعني جير معين يعني، تمام، غير امكانيات الكاميرا والايكويبمنت كلها، هي مش لازم تبقى هاي اند، بس احنا بنتكلم في على الاقل يكون في فوكال لينس مثلا اقل حاجه 300 ملي، ان احنا بس الطيور كلها غالبا بتبقى بعيده، فاحنا بنحتاج جير شويه يقرب لنا الطيور من 300 ل 600 ملي، محتاج ان احنا هو يبقى حابب وعنده شغف اصلا للموضوع، العدسه الكبيره قوي، العدسه الكبيره بالظبط، ان الموضوع بيحتاج صبر، غير لما بصور شخص او بصور منظر طبيعي هو موجود قدامي ما بيتحركش، انما الطيور محتاجه صبر، فعشان اعمل كده واصبر واسافر واروح مكان جديد وامشي مثلا في درجات حراره مرتفعه او امشي مسافات طويله او اطلع وديان او امشي في اراضي رطبه، تمام، الحاجات دي كلها متعبه شويه ومرهقه، فمحتاج حد يكون عنده شغف اصلا وهو حابب الموضوع عشان يقدر يعني يطلع بصور كويسه. ايوه هو مجرد ما حد بيدخل السكه دي خلاص يعني. ما هو اصل هي كمان حاجتين في حاجه واحده يعني، بتصور وكمان اكيد بتتعرف على اماكن جديده مختلفه كلها سفر بالظبط. هي بدات بالسفر معايا يعني، انا مبدا في الاول خالص كانت هوايه السفر، وكنت بسافر بالعجل، وبعدين لما بسافر بالعجله بدات اشوف طيور، لما يعني بمشي بسرعه ابطا شويه، رحت الاردن ورحت الغردقه ورحت اسكندريه. كنت لسه هسالك يعني بالظبط الاماكن اللي بره مصر بقى، ايه هي اللي انت صورتها؟ الاماكن بره، انا ما رحتش بلد معينه اصور فيها بره مصر بصراحه يعني، انا عندي تمسك ببلدي يعني، بس لو جت فرصه اكيد يعني هسافر يعني. نخلص اللي عندنا الاول بعدين نخلص اللي عندنا الاول بعدين نشوف. دي الكلمه اللي انا كنت عايز اقولها فعلا. انا بحييك على يعني، خلينا نكون وطنيين شويه ان احنا نصور اللي جوه مصر. لا بحييك والله يعني. بالظبط يعني، عندنا حاجات كتير جدا، بس اللي يدور جوه قبل ما يدور بره. خلص جوه الاول بعدين نشوف. حقيقي محمد نورتنا وشرفتنا، شرفت بيك يا شريف، بنحييك جدا على مجهودك الممتاز يعني، ويعني تحيه ليك ولكل القائمين ان هم فعلا يبينوا منظر مصر والطيور والحياه البريه بصورة جميلة وعلى حقيقتها. شكرا شريف. شكرا ليك يا محمد. شكرا ليكم. شكرا ليك يا نوران، وشكرا لحضراتكم دايما على متابعتكم لينا، ورب نكون دايما عند حسن ظنكم. هنشوفكم يوم الجمعة في نفس الميعاد الساعة 6:30. سلام.